مساء الخير، نشرة مسائية مفصلة من تلفزيون لبنان، أهلا بكم. مساء الخير. يوم حافل بالمحطات والمناقشات والمؤتمرات، امتدادا إلى محاولات التخفيف من وطأة السجالات مع الإعراب عن الغضب منها والتأكيد على استمرار التسوية في مجمل المسارات. المحطة الأبرز كانت قصر بعبدة الذي استقبل نزار زكا الآتي مع اللواء عباس إبراهيم من طهران على متن التجاوب الإيراني، مع رغبة رئيس الجمهورية العماد عون من القيادة الإيرانية في تحرير زكا. المناقشات الأبرز كانت في ساحة النجمة، حيث التقى 60 نائبا على ضفاف لجنة المال والموازنة في إطار مناقشة مشروع الموازنة، واتفقوا على تحديد سقف للدولة في الاقتراض. في الاستحقاقات الحساسة، الدبلوماسي ديفيد ساترفيلد العائد من تل أبيب ضمن جولته المكوكية يستعد لمحادثات إضافية مع المسؤولين اللبنانيين في شأن مسار الوساطة الأمريكية باتجاه مفاوضات برعاية أممية تتعلق بالترسيم الحدودي المائي والبري. في التلقي الوجداني، لقاء حار لأطفال السيزوبيل في أحضان وزير الشؤون ريشار كيوميجيان. في الغضون كان الدكتور جعجع يركز على أهمية البيئة ويدحض ويرفض أي أمر قد يفضي إلى العمل بكسارات عندارة. وأما أبرز المؤتمرات في السياسة والوجدان الوطني السياسي، فقد تمثل منذ بعض الوقت بالمؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الذي بدا واضحا تمسكه بالتسوية، عندما لفت إلى أن بديل التسوية هو الذهاب إلى المجهول، رافضا محاولة البعض خربطة التسوية، ومقرا في الوقت نفسه بالغضب لدى الطائفة السنية في المعادلة الوطنية، مما ظهر من استهدافات في المواقف والتصاريح من شركاء أساسيين، ومشددا على التمسك باتفاق الطائف وبالشراكة الحقيقية في حماية الدولة والوطن. وفي النهاية أعلن أنه سيزور فخامة الرئيس عون، منبها إلى أن أي خلاف كبير سيدفع ثمنه البلد. إذن الرئيس الحريري الذي استغرب كيف أن مجمل الأفرقاء الممثلين بالحكومة أقروا مشروع قانون الموازنة في 19 جلسة لمجلس الوزراء، ثم نرى الانتقادات الشديدة لمضمون المشروع من عدد من ممثلي الكتل الممثلة في الحكومة، لفت إلى الغضب لدى المكون السني في المعادلة الوطنية من جهة، وأشار من جهة ثانية إلى أن بديل التسوية هو الذهاب إلى المجهول والخطر. وسوف نكون مباشرة الآن مع الزميلة ريمان ضوء، ريمان ضوء بعض الأضواء على المؤتمر الصحفي للرئيس الحريري. نعم جلال، يمكن القول وكما قال الرئيس سعد الحريري، تحدث اليوم بصراحة وبدون كفوف، وكان هناك رد على كل الملفات التي أثيرت في الفترة الماضية، خصوصا في فترة غيابه عن لبنان، منذ نقاشات الموازنة مرورا بما جرى في المحكمة العسكرية وصولا إلى جريمة طرابلس وما أثير من ملفات، وأيضا ملف التسوية الرئاسية. قال الرئيس الحريري وبكل صراحة بأنه لا يحب المناكفات ولا يحب المزايدات الطائفية، ولو كان يحب هذه المزايدات لكنا رأينا البلد في مكان آخر، ولكن لن يقبل بعد اليوم بأي مزايدات، ولكنه لن يقبل أن يزايد أحد على تيار المستقبل، خصوصا أن هذا التيار ليس من هواة أي المعارك، ولكن هناك خطوط حمر بالمس بالكرامات وخصوصا بالدستور وبالأعراف. الرئيس الحريري الذي تحدث مطول في هذا المؤتمر الصحفي قال انه ما بيحب المناكفة، ولكن اذا اراد انه يناكف بيعرف كثير منيح كيف يناكف، وقيل انه هذه الاشتباكات الكلامية فرضت عليه على عدة جبهات، وهو كان لا يحب الدخول في هذه السجالات لانه ولكن لا يمكن التغاضي عنها. تحدث عن
عناوين ثلاثة. أولا علاقات لبنان مع الدول العربية، تحدث أنه وكرئيس حكومة ما يقوله في القمم العربية وفي الدول يمثل الموقف اللبناني، وهو نابع من البيان الوزاري، من كل البيانات الوزارية للحكومات الأخيرة. ولا أيضا قال لا يجوز المس بأي دولة من دول الخليج العربي وخصوصا المملكة العربية السعودية. في العنوان الثاني تحدث عن التسوية السياسية في البلد والسجال مع التيار الوطني الحر، وأبدى صراحة انزعاجه من الكلام الذي سرب عن الوزير جبران باسيل عندما كان في البقاع، وقال صحيح أن الوزير باسيل قد نفاه، ولكن كان الأجدى به أن يقوم بنفيه بعد هذا الكلام دون الدخول بهذه التحليلات وهذه التقارير الصحفية الواسعة التي كانت في الصحف. ومن هذا الباب دخل إلى حكم المحكمة العسكرية وقضية زياد عيتاني والمقدم سوزان حبيش، وقال أنه أيضا في موضوع طرابلس من غير المسموح أن يكون قاضي فاتح على حسابه أن يرفع دعوة على شعبة المعلومات وعلى قوى الأمن الداخلي، وقال أنه لن يقبل بعد اليوم بالتطاول على المؤسسات الأمنية والعسكرية، وقال أن الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة وجميع المؤسسات الأمنية هي لكل اللبنانيين، وممنوع وضع هذه المؤسسات بموضوع خانة المحاصصة. أما فيما يتعلق بهجوم طرابلس والكلام الذي أثير حول هذه المدينة من حتى وزراء، فقال أن المحكمة العسكرية قد أصدرت حكمها في هذا الإطار، وأن المحكوم الإرهابي قد أمضى محكوميته في السجن. وقال تحدث عن بعض الناس التي تريد خربطت التسوية الرئاسية، وأن خلاف مع رئيس الجمهورية هو خلاف سيدفع البلد ثمن هذا الخلاف ومن استقراره، وهناك أشخاص يريدون تطير هذا الاستقرار ليقولون ويؤكدوا أن ما قام به سعد الحريري عندما قبل بهذه التسوية كانت مغامرة، وقال صحيح كانت مغامرة وكانت عكس التيار، وأنه دفع ثمنه في الانتخابات النيابية، ولكن كان همه البلد والمؤسسات الأمنية. أما في العنوان الثالث فهو تحدث وما سماه تحت عنوان دور السنة في لبنان، فقال أن اتفاق الطائف هو جوهر وجود هذه الطائفة الحريصة على العيش المشترك، وأن قوة الطائفة السنية هي من قوة الشراكة الوطنية، وممنوع أن يضع أحد الطائفة السنية في موقع الضعف. و سعد الحريري هو من يقول أن سعد الحريري ممثل السنة، نقول أن التسوية قدمت وأن التسوية قدمت من حصة السنة، نقول أن هذه أكبر كذبة ضد سعد الحريري، وأن الحديث عن أيضا القضاء على صلاحيات رئيس الحكومة هي أيضا أكبر كذبة. وقال لهؤلاء لمن يشككون بهذا الدور لا تكونوا سبب إضافي بإحباط أهل السنة، وقال إنه ورؤساء حكومات السابقين ودار الفتوى خط الدفاع الأول في عن لبنان العربي. وقال تحدث إذن كما قلت بصراحة عن كل هذه الملفات، قال إنه سيزور الرئيس عون وسيتحدث معه أيضا بصراحة حول كل هذه الملفات، وأن همه الأساسي هو مصلحة البلد. في الأسئلة التي طرحت تحدث عن ملف النازحين، وأن كل القوى السياسية تريد ذهاب العودة النازحين، ولكن هناك أسلوب بالتعاطي مع هذا الموضوع. تحدث مطولا عن الموازنة، وأن هذه الموازنة درست مطولا في مجلس الوزراء، وأن معظم النواب الذين يدرسون الموازنة اليوم في مجلس النواب ممثلين في الحكومة، وبالتالي هناك مضيعة للوقت، ومؤتمر سادر ودول المانحة لا تستطيع أن تنتظر. هذا باختصار ما تحدث عنه الرئيس سعد الحريري. وقبل الاستماع إلى التصريح أشير إلى أن الرئيس سعد الحريري يستقبل نزار زكا المفرج عنه من إيران في هذه الأثناء. جلال، لما نحكي عن صيغة وفاق الوطني منكون عم نحكي عن اتفاق الطائف وعن معادلة شراكة وطنية شارك بصياغتها الرئيس رفيق الحريري. جوهر وجودنا السياسي مرتبط بهيدي الشراكة وبحمايتها وبالامتناع عن جرها لساحات الحروب الأهلية. أهم بند بالتسوية السياسية كان الالتزام باتفاق الطائف. أهل السنة بلبنان ما ممكن يستقوى على الشراكة لا بالشقيق ولا بالصديق. قوة السنة انه نحراس الشراكة الوطنية حتى لو تصرف احد الشركاء بعيدا عن اصول الشراكة. ما حدا يحط السنة بخانة الاحباط والضعف،
هن عصب البلد وبلا عصب ما في بلد. البعض نزار زكى إلى الحرية مع اللواء عباس إبراهيم عاد من السجن في طهران إلى لبنان، وأول لقاء له كان مع رئيس عون الذي تجاوبت إيران مع رغبته فأطلقت زكى. على طريقة عسكرية نفذ الأمر. الحياة خارج إطار الحرية هي شكل من أشكال الموت، بهذه العبارة التي لطالما رددها رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون قالها اليوم أمام المحرر نزار زكا الذي استقبله في القصر الجمهوري بعد 4 سنوات من الاعتقال في السجن الإيراني. الرئيس عون شكر الرئيس الإيراني حسن روحاني. الحمد لله على السلامة، اللي صار صار. ونحن كمان واجب علي أنا أتشكر السلطات الإيرانية وسيادة الرئيس الجمهورية لأنه تجاوب معي وخلصك من المأساة اللي كنت أنت عايشها. أنا بتفكيري وكل اللي بعيشه حد مني بيعرفه، أنا بقول إن الحياة خارج إطار الحرية هي شكل من أشكال الموت. الحمد لله أنك رجعت إنسان حر. وأكد اللواء إبراهيم أن كل الاجتماعات التي عقدها في إيران كانت على أساس أنه ممثل للرئيس عون، وقد تعامل معه الجانب الإيراني على هذا الأساس. أي مواطن لبناني وأي حامل للهوية اللبنانية في كل بقاع العالم حتى لو خالف القوانين الدولة التي يقيم فيها واجباتنا كدولة لبنانية أن نستعيده، بعتقد هذا هو الوقت اللي بنثبت فيه للعالم انه نحن حريصين على مواطنينا اينما كانوا. انا خبرت فخامة الرئيس انه من لحظة وصولي الى طهران، مش الى مشهد لانه بمشهد كان الموضوع اخر وكانت الصلاة على نية التوفيق والله وفق، كان الموضوع اخر، كانت كل الابواب مفتوحة تحت عنوان انني مرسل من قبل فخامة رئيس الجمهورية. زكى لفت إلى أن مبادرة الإفراج عنه هي صناعة وطنية 100%، مشيرا إلى أنه لن يدخل في ظروف اعتقاله. قريت كتير بالفترة الأخيرة تحليلات ونظريات عن تحريري، ساعة صفقة كونية وساعة وساطة مريخية. بكتفي بكلمة صغيرة، المبادرة من أولها لآخرها ولدت بلبنان وتخيطت بلبنان واليوم عم تنتهي بلبنان، يعني صناعة وطنية 100%. لكن ما بخفي انه هيدي المبادرة عملت نتائج ايجابية اقليميا وعلى ما يبدو اوقفت الكثير من يلي كان ممكن يصيب المنطقة. باول يوم حرية بعد 3 سنين و8 اشهر و23 يوم اسمحوا لي ان اشكر فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، الجبل بي الكل، امرأة قيصر وحبيب قلبي. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عقد مؤتمرا صحفيا شدد فيه على مفهوم الدولة وتناول موضوع البيئة وكسرات عين دارة. صار بدأ قانون واضح ومتكامل، والتذاكي من أجل الالتفاف عليه مرفوض، أما الاستثمار فيجب أن يكون شرطه الأساس احترام الطبيعة بجمالها وكنوزها ومعالمها البيئية وخصائصها البيولوجية. صار بدأ قرار يضع حدا لهذا القدم المتواصل والتشويه العشوائي لطبيعتنا والنهش المستمر لجبالنا وإلزام المستثمر بإزالة التشويه وإعادة التشجير وفق معايير علمية وبيئية بعد الانتهاء من الاستثمار. ليس بالسياسة وحدها تدار شؤون البلاد، فالسياسة في مفهومنا وقناعتنا هي العناية بكل ما يتصل بحياة الإنسان، بدءا من ببيئة سياسية مستقرة توفر له مقومات العيش بحرية وكرامة وطمأنينة، وصولا إلى بيئة طبيعية نظيفة تبعد عنه التلوث والأوبئة والأمراض. حي الشراونة في بعلبك يستعيد حياته الطبيعية بعد توتر ليلا وإطلاق نار بين الجيش اللبناني ومسلحين مطلوبين استهدفوا مركزين له.
عاد الهدوء صباحا إلى وسط مدينة بعلبك وتحديدا حي الشراوينة بعد أن تحول ليل الاثنين إلى ساحة معركة بعد عملية عسكرية نفذها الجيش اللبناني في بلدة الكنيسة، دهم خلالها الجيش اللبناني منازل مطلوبين بموجب مذكرات عدة. وكان قد أشار بيان مديرية التوجيه إلى تعرض الجيش لإطلاق نار كثيف من قبل المطلوبين ما دفع بالدورية للرد بالمثل، فأصيب عدد منهم وأوقف عدد آخر، وتم ضبط كميات من الأسلحة والذخائر والسيارات المسروقة وكمية كبيرة من المخدرات. ومع تقدم ساعات الليل ارتفعت وتيرة المواجهات، واستخدم الجيش تعزيزات إضافية، وقد أسفرت الاشتباكات عن جرح الطفلة دعاء حسين العبد من الجنسية السورية إثر إصابتها بطلق ناري في الظهر جراء رصاصة طائشة اخترقت خيمة عائلتها في حي الكيال، كما أصيب الطفل محمود النبوش في ساقه، وأدت الاشتباكات إلى حريق في محلة البساتين. وطالب المتضررون الهيئة العليا للإغاثة بإجراء الكشف اللازم والتعويض عليهم. الحياة عادت إلى طبيعتها اليوم، والجيش اللبناني يسير دوريات مؤللة في المدينة للحفاظ على الاستقرار الأمني. الموازنة في يومها الثالث على مشرحة لجنة المال النيابية، حماسة نيابية بحضور 60 نائب، واللجنة بدأت بالبنود الضرائبية بعدما وضعت سقفا للإقراض. نوال أشقر. في جلستها الرابعة لمناقشة مشروع الموازنة، توصلت لجنة المال والموازنة إلى التزام بالتفاهم مع وزيري الدفاع والمال على إعادة اعتمادات للجيش إلى العام 2020 بدلا من العام 2021، وتم تعليق المادة المتعلقة بصندوق القضاة لجلسة الأربعاء فضلا عن لحظ الموازنة قروضا مخصصة للإسكان. بقدر لكم بالنهاية أنه حيكون في اقتراحات جديدة حندلي فيها لإيرادات، ولكن منا ضرائب. في عنا اقتراحات رح نطرحها بتغذي الخزينة دون أن تثقل كاهل المواطن بضرائب ورسوم جديدة. في عنا توجه ببعض المحلات يلي نشعر أنه هنالك ظلم أو هنالك يمكن غالة الحكومة ببعض البنود وببعض المواد الضريبية، كمان رح ننظر لها نظرة عدالة أكتر. النائب حسن فضل الله عقد مؤتمرا صحفيا تحدث خلاله عن رؤية حزب الله حيال الموازنة، وأكد أن الحزب سيصوت ضد فرض ضرائب تطال الطبقات الفقيرة. ذوي الدخل المحدود ما نمس فيهم ونجيب إيرادات من الأماكن الصحيحة، اللي بده يتحمل التبعة بدي أرجع أقول هو اللي بيقدر يتحمل تبعة. سعي في اللجنة وفي الهيئة العامة لإسقاط الضرائب التي تطال الفئات الشعبية الفقيرة، وهذا يتوقف على التزام الكتل النيابية بوعودها السابقة بعدم تضمين الموازنة ضرائب تطال هذه الفئات. في الجلسة المسائية للجنة المال استكمال للمواد الضريبية المرتبطة بالأمن العام وشركات السياحة ورسوم جمركية. أهلا بكم. رئيس الجمهورية يرعى غدا احتفال مئوية محكمة التمييز في قصر العدل، واستقبل اليوم في بعبدة المنسق الخاص للأمم المتحدة وسفير سلوفينيا في لبنان. يترأس رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون قبل ظهر غد الأربعاء الاحتفال الذي يقام لمناسبة مئوية محكمة التمييز، وذلك في قاعة المحكمة في قصر العدل بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وأركان الدولة. وسيلقي الرئيس عون كلمة في المناسبة. الرئيس عون استقبل في حضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريساطي المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يانكو بيتش معوف، حيث أطلع المسؤول الأممي الرئيس عون على نتائج الاجتماع الذي عقد في نيويورك بين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريز والممثلين الشخصيين للأمين العام، والذي خصص لعرض عمل المنسقين الدوليين في عدد من دول العالم
ومنها لبنان. وتطرق البحث خلال اللقاء إلى التعاون القائم بين لبنان والأمم المتحدة وملف النازحين السوريين في لبنان وتطورات مسألة ترسيم الحدود البرية والبحرية الجنوبية في ضوء المبادرة التي يتولاها السفير ديفيد ساترفيلد. دبلوماسيا، استقبل الرئيس عون سفير سلوفينيا المعتمد في لبنان إيغور يوكيتش لمناسبة انتهاء مهامه، وفي القصر الجمهوري الفنان الرسام فؤاد طمب. إلى بيروت عاد الوسيط الأمريكي في ملف ترسيم الحدود الجنوبية ديفيد ساترفيلد حاملا جوابا إسرائيليا على الطرح اللبناني. وفي هذا الإطار قال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زواره: ننتظر ما يحمله المبعوث الأمريكي ديفيد ساترفيلد بملف الترسيم، ولبنان لا يزال على موقفه لجهة رفض مهلة الستة أشهر للتفاوض. ولفت إلى أن هناك بعض التفاصيل والأمور التي استجدت في الفترة الأخيرة وسنطرحها مع ساترفيلد مع التأكيد على وجوب حلها، وكذلك مع تأكيد تمسك لبنان بحدوده وسيادته الكاملة. وفي عين التيني، الوزير أكرم شيب الذي رأى أنه لا يجوز الاستمرار على هذا الواقع في الإضراب بالجامعة اللبنانية على رغم أحقية بعض المطالب للأساتذة. وزير التربية أكرم الشيب أشار بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التيني إلى أنه سيطلب موعدا للقاء رئيس الحكومة سعد الحريري بعد عودته لاستكمال موضوع إضراب الجامعة اللبنانية الذي أخذ وقته. شيب رأى أن المطالب محقة، ولكن توقيت الإضراب لم يكن في مكانه. رابطة الأساتذة اللي كنت التقيتها بأكثر من لقاء وأكثر من اجتماع، وكمان التقيت يعني الطلاب والعمدة والمعيدين، وبالتالي توصلنا إلى ورقة. هالورقة تقدمت لي من قبل رابطة الأساتذة اللي فيها مطالب بالنسبة لمطالبهم. القسم الأكبر منها محق، وفي إمكانية للوصول إلى تسوية حول بعض المطالب الآن آنيا إذا ما تم التوافق عليها، وفي مطالب يمكن تحتاج إلى مزيد من الدرس وإلى وقت أكبر. دولة الرئيس بري أكيد بعقل منفتح تماما أكد على بعض المطالب اللي هي عرضت من خلال الورقة اللي تقدمت، وصار في تواصل مع رئيس الجامعة ومع معالي وزير المال، وسنستكمل الاتصالات على أمل الوصول إلى حل يرضي الجميع ويعطي الطالب حقه بإنهاء العام الدراسي، خاصة أن أصبحنا على أبواب نهاية العام. وفي عين التيني التقى الرئيس بري السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي. الرئيس بري عرض الأوضاع في لبنان والمنطقة وموضوع الحدود البرية والبحرية مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يانكوبيتش. وفي عين التيني النائب أسعد حردان. الأساتذة المتعاقدون نفذوا احتجاجا أمام وزارة التربية مطالبين بصرف رواتبهم، وشيب طمأن من قصر بعبدة طلاب الشهادة المتوسطة. أمام وزارة التربية اختلط حبل الأساتذة المتعاقدين المحتجين على عدم صرف رواتبهم بنابل الطلاب الذين لم يحصلوا على أرقام ترشيحات للدورة الأولى من الامتحانات الرسمية. الأساتذة المتعاقدون أقفلوا الطريق أمام وزارة التربية مطالبين بصرف رواتبهم التي لم يحصلوا عليها منذ 5 أشهر، ما تسبب بأزمة سير خانقة. الأساتذة المحتجون أكدوا مرة أخرى على أجندة حقوقهم في شأن الحفاظ على المكتسبات ومنع الظلم وعدم تجاوز أي متعاقد، بدءا بقبض المستحقات عن الفصل الثاني الذي وعد وزير التربية بدفعها قبل عيد الفطر، مرورا بحقهم بالطبابة وبدل النقل، وصولا إلى التثبيت العادل والمنصف. بدي بدل نقل مستحقات الفصل الثاني. نحن أساسي متعاقدين، وأنا بقول على رأس السطح وما بستحي من حالي، أنا أساسي متعاقد. نحن المنسحب من الامتحانات الرسمية، نحن منطلع نتائج الامتحانات الرسمية، نحن من راعي في الامتحانات الرسمية. أما فيما يتعلق بطلاب الشهادات الرسمية، فقد أكد وزير التربية أكرم الشهيب من قصر بعبداء إعطاء الفرصة لطلاب ليبريفي ممن لم يحصلوا على ترشيحات للدورة الأولى. في عدد من المدارس اللي هي ما عندها ترخيص وما قدمت لوائحها، جايين امبارح واليوم يطالبوا انه اولادهم يفوتوا او تلاميذهم يفوتوا على الامتحانات. هذا لا يجوز، رح نعطيهم حق بدوره تاني. انما انا باتجاه كل مدرسه مثل هذه المدارس اللي مش متممه اوراقها توجهي لاقفالها. الوزير قيوم جيان طمأن الى ان مؤسسات الرعايه الصحيه والاجتماعيه لن تقفل طالما ان هذه الوزاره بعهده القوات اللبنانيه. بيتطلب الأمر من مجهود
شو بيتطلب الامر من تضحيات، انا الى جانبكم وما رح اقبل طول ما انا وزير وطول ما هالحقيبه بعهده القوات اللبنانيه. ما رح نقبل ابدا سيزوبال تسكر او غير سيزوبال تسكر، وسيزوبال وكل المؤسسات التي تعنى باطفالنا وبانساننا وبذوي الاحتياجات الخاصه وبكل الفئات المهمشه وبكل الفئات الفقيره، الحمد لله وان الله راد هالمؤسسات رح تضل واقفه على اجريها، ورح ناكد انه بتضامننا الاجتماعي بوقوفنا الى جانب بعضنا البعض نحن كدوله وكمجتمع وكانسان لبناني رح نضل كلنا سوا مع بعضنا الى جانب بعضنا للمحافظه على صحه الانسان اللبناني. واهم شيء اهم شيء الاهل مش طالبين شيء، الاهل طالبين كرامه أطفالهم وكرامة الإنسان اللبناني، وهذا الشيء اللي راح نحافظ لهم عليه. وزير الخارجية جبران باسيل بدأ زيارة للندن، كانت محطتها الأولى المشاركة في مناقشات حول طاولة مستديرة تضم حوالي 35 شخصية من باحثين سياسيين وسفراء ومحللين استراتيجيين من المعهد الملكي للخدمات المتحدة، وهو أحد أهم مراكز الأبحاث الاستراتيجية في بريطانيا. وتناول النقاش الأوضاع في لبنان والشرق الأوسط بدءا من الصراع العربي الإسرائيلي والأزمة السورية والحرب ضد الإرهاب ومكافحة التطرف. وشرح باسيل لأعضاء المعهد تركيبة النظام اللبناني ودوره كنموذج للعيش معا والتفاعل الاجتماعي والتشارك في الحكم. الجميل بعد لقائه المفتي دريان لم نستغرب ما وصلت إليه التسوية، ولكن المؤسف أن نخون بعضنا ونتهم طوائف بالإرهاب. سلسلة لقاءات تضامنية في دار الفتوى أبرزها لرئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، الذي أكد بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان أن البعض يبرر الفشل الذريع للتسوية من خلال خلق تشنجات طائفية لتخدير الشعب. هيدي التسوية اللي حصلت ما قدرت بنيت لنا دولة، دولة قانون، دولة حق بتحافظ على كل اللبنانيين لأي طائفة انتموا. ولهذا السبب البعض يمكن عم بيحاول يستعمل التشنجات الطائفية للتغطية على كل الإدارة السيئة يلي سببتها هيدي التسوية، وللأسف هيدي اللعبة الطائفية عم بيلعبها الجميع، عم بيلعبها الجميع وعم بيدفع ثمنها جميع اللبنانيين أيضا. فنحن عم نشوف لبناني مقهور، لبناني سني ولبناني مسيحي ولبناني شيعي ولبناني درزي مقهور. وفد من حركة الناصريين الأحرار أكد أمام المفتي أن الطائفة السنية لن تكون مكسر عصا وأنها رمز العروبة. وفي دار الفتوى النائب السابق زياد القادري الذي عرض مع المفتي الأوضاع العامة. افتتاح مؤتمر رؤساء المحاكم العربية برعاية الرئيس بري في مجلس النواب، وذلك ضمن فعاليات المئوية الأولى لمحكمة التمييز بمشاركة رؤساء محاكم عدد من الدول العربية وبغياب قضاة لبنانيين على خلفية الاعتكاف، فيما حضر وزير العدل ألبير سرحال ورئيس مجلس القضاء الأعلى جون فهد. وزير المال مثل بري وتمنى على الجسم القضائي تجاوز بعض التحفظات. اسمحوا لي من خارج سياق مؤتمركم العاشر، مؤتمرنا العاشر، أن أتوجه إلى الجسم القضائي ككل باسم رئيس المجلس النيابي الذي كان دوما في موقع الدفاع عن استقلالية القضاء وحمايته ماديا ومعنويا، والدفع باتجاه جعله نقطة ارتكاز في قيام دولة القانون في لبنان، أن أتمنى على الزملاء القضاة المعتكفين أن يتعاطوا بإيجابية مع النقاش الدائر اليوم في المجلس النيابي حول الموازنة العامة وتجاوز بعض التحفظات دون أن يمس هذا الأمر بروح هذه الاستقلالية للقضاء وبتأمين مقوماته، وأن يكون هذا التعاطي الإيجابي بادرة ل ترجمة ما يطمحون إليه وما نسقناه مع حضرة الرئيس الأول ومعالي الوزير للوصول إلى ما يطمحون إليه وما نطمح إليه أيضا من تعزيز أدوار القضاء في حماية هذه الدولة، مؤسساتها، استقرار عملها وأدوار كل
موقع من مواقع مؤسساتها السياسية والقضائية. وإذا ما كانت لمئوية محكمة التمييز في لبنان رمزية الفرادة اعتماداً لمبدئية القانون ومرجعيته، فإن لشبكة رؤساء محاكم التمييز العربية محورية الإطار إرساءً لثقافة القانون، تمتيناً لأركانه وتعميماً لمفاهيمه على مساحة الوطن العربي. بيد أن فرحة اللقاء بكم وفرحة الاحتفال بمئوية محكمة التمييز غير مكتملة لوجود ما يربو عن ثلث القضاة اللبنانيين معتكفين عن أداء أعمالهم القضائية. لقد حمل المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية لواء جمعنا وجهد لتسع سنوات متتالية من أجل تنظيم مؤتمراتنا، إلى أن قرر مؤتمر وزراء العدل في الجامعة العربية استثناء المحاكم العليا من نشاطات المركز نظراً لاستقلالية هذه المحاكم تجاه وزارة العدل أو وزراء العدل، فيقتضي بالسرعة الممكنة إيجاد إطار جديد يجمعنا لما فيه خير القانون والعدالة ودولة القانون في الأمة العربية. دعت رابطة قدام القوات المسلحة الدولة إلى قمع الهدر والفساد ولا تستبدل استعادة ما سلبوه منها بسلب المتقاعدين حقوقهم. الرابطة في مؤتمر صحفي في نقابة الصحافة بعنوان حقوق العسكريين المتقاعدين في موازنة 2019 حضره النواب العمداء شيمي روكوز، أنطوان بانو، جان تالوزيان، طالبت بالإسراع لتأسيس صندوق التقاعد وقدمت مشروعا مفصلا ومعللا لهذا الشأن، وقد تلاه اللواء عثمان. أكد وزير السياحة واديس كيدانيو أن لبنان على أبواب صيف واعد معربا في خلال إطلاق الشركة الدولية للمعارض النسخة 24 من فعاليات معرض بروجكت لبنان الذي سيقام برعاية الرئيس سعد الحريري من 18 إلى 24 حزيران، عن أمله بأن يشهد هذا الصيف حركة سياحية كثيفة خصوصا بعد الإجراءات الجديدة التي شهدها المطار. كيدانيو شكر الرئيس الحريري على كل الجهود التي يبذلها لإعادة النهوض بالاقتصاد، وأن إقرار الموازنة أخيرا سيعطي دفعا كبيرا للعجلة. بهذا الخبر نأتي إلى ختام النشرة جلال، وأنا نشكر لكم حسن المتابعة. مشاهدينا الكرام، في الختام أنا وأريج نشكركم وإلى اللقاء.